هي ما تجيش، هي أزمة تنجم تقول أزمة سلبية، فهمتني؟ لكن يلزم حلول. إلى متى؟ إلى متى باش تقعد معناها الأزمة هذه؟ يلزم لها حلول، فهمتني؟ والحلول هذه فهمتني تتحل معناها ما بين الطرفين، الطرف النقابي والطرف فهمتني الوزاري، فهمتني؟ يوصل الحلول. شنو هي ذنب التلميذ هذاك، فهمتني؟ شنو هي ذنبه؟ هو بريء معناها، فهمتني؟ الحلول موجودة، فهمتني؟ يقعدوا على طاولة الحوار ويوصلوا معناها الحل معين، فهمتني؟ اللي يرضى الطرفين، فهمتني؟ وتتعدى الامور لاباس، فهمتني؟ وما يدوم شيء، فهمتني؟ توا الحمد لله. هو انا رايي وانه الاتحاد بعد تصريح العباسي اثبت وانه الاداه الاولى لاسقاط حلم الشعب التونسي الثوره، لانه يعني هو الذي ذكر وانه لم يترك الاسلام السياسي يوما يهنأ، اي بمعنى هو صاحب الافكار لاحداث الفوضى، الفوضى الهدامه قادها الاتحاد. وحتى لا اكون في صف صاحب مقوله فرق تسد، فانا اقول اولا اتمنى ان يكون الاتحاد مستقبلا اداه فاعله في انجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، لا يكون اداه سيئه من اجل تفريق الشعب التونسي. اما الان بما انهم هما اجرموا في حق الجيل فيجب ان يدفعوا ثمن خذلانهم للجيل هذا اللي كان يتعلم عندهم. ايش علموه؟ علموه الاضرابات، علموه عدم احترام السلطه الدوله، يعني علموه العيش معناتها في عالم ما قبل العشرينات. وعلى هذا الاساس انا نتمنى انهم ياخذوا اول حاجه الشهريات، لانهم هما ناس وكانهم عامل يومي عنده قروض في البنوك وقروض في الدار وقروض في الكهرباء، هذه حقيقه ما فيهاش نقاش. ولكن هل انهم باش يضمنوا لي هما اصلاح تعليم حقيقي باش يقدم لي التضحيه، باش يقدم لي معنى نموت ونموت ويحيى الوطن؟ وش بيه ما حبش بها وقت اللي هو يقتل في الناس، معناتها امراه مقهوره من ولدها يروح لها معناتها في الابتدائي ولا في الثانوي ولا في حاجه، مقهوره الام وانه حارسه باش تقري ولدها، وفي الاخر هو يعمل اضراب من اجل ايديولوجيته وليس من اجل وطنيته او المواطنه. هذا ما اثبته العباسي، يعني هذا كبيرهم ما قال. يعني انا نحكي لك وانه المسائل هذه مش ازمه اليوم، هي يا اخي وقتاش الازمه هي نتاع حجب الاعداد؟ من اول سلاح ابتكروه هما لاسقاط الثوره التونسيه، لانهم هما يعرفوا قيمه التعليم وقيمه المعلم وقيمه الام كيف تستنى في الكرنيه نتاع ولدها. هي الازمه ليست قائمه بل هي دائمه، لانها ابتدات خصيصا بعد الثوره. وللحد منها اولا يجب الناس هذوما يتعاقبوا، لانهم هما اساءوا لكامل الثورة التونسية، مش أساءوا للتلميذ فقط. إن كان باش يقعدوا على طاولة الحوار تحاوروا هما باش يعملوا الحوار الوطني، وفي الأخر ظهروا لي من أجل أيديولوجيتهم مش من أجل الوطن، ظهروا من أجل فكرة اليسار الضارب للاتجاه الإسلامي مش من أجل تونس. هما وقت اللي هما يصفوا الشعب التونسي أغلبه يصفى معاهم، لأنه على الأقل إلى يوم الناس هذا وأنه الأغلبية ضدهم. لو نعملوا انتخابات توتو نقول الاغلبيه ضدهم، وعلى هذا الاساس هما اللي يلزم يجوا لطاوله الحوار ويعترفوا بذنبهم قدام الشعب التونسي، وانا رانا اخطانا في حق تونس وبعد تو نتفاهموا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا باش نعطي رايي كوليه بالنسبه للاولياء، راهو هما عندهم الحق انهم هما ما خدوش معناها الاعداد نتاع صغارهم. هذا معناها انا كوليه. بالنسبه للمعلمين زاد عندهم الحق، خاطر فما معلمين توي كينا عندهم بريسك عامين ما خدوش فلوسهم ما خدوش مستحقاتهم. ما نتصورش كان ثم انسان او موظف في تونس، انا نحكي بيرسونيل مو خاطر انا في الصحه، ما نتصورش روحي نخدم شهر واحد من غير ما نخلص، على خاطر بصراحه انا عايشت برشا معلمين وصلنا معناها في العيد والا في رمضان وصلنا نلمو لهم في 10 و15 و20 اللي هما بنات عقول
ونلموا لهم معناها باش هما ينجموا يروحوا لديارهم، باش هما ينجموا يصرفوا على رواحهم، باش يخلصوا الكراء. بصراحة معناها عندهم الحق، ندعو الأولياء أنهم يتريثوا بالحق، راهم هما حبوا يلقوا حل، لكن الله غالب. معناها وزارة التربية هي نازلة عليهم من شيرة والأولياء من شيرة، المعلمين معناها تحطوا بين المطرقة والسندان. أنا بيرسونيلمون مسامحتهم، معناها على خاطر تعب ومجهود عام كامل، إنسان يخدم عام وعامين وثلاثة وأربعة، شكون اللي طلع المحامي، شكون اللي طلع الطبيب، شكون اللي طلع الطيار، شكون اللي طلع الوزير، شكون اللي طلع الوزير في حد ذاته قاري عند معلم، معناها نورمالمون هو يعرف المأساة اللي قاعدين يعيشوا فيها. معلمين تخدم في الرياف، تسكن في دار معناها لا ضوء لا ماء وما تخلصش معناها، وبعيدة على عائلاتها. أكثرية المعلمين تلقاه من جابس ومن قفصة يقري في تونس، من تونس يقري في بنقردين، معناها نورمالمون معناها الوضعية متاعهم تكون من أحسن الوضعيات في تونس. المعلم هو كيفاش يقولوا فيها اللبنة الأولى معناها للجيل اللي هو اللي باش يحمي البلاد هذيا. اذا المعلم ما خلصش وما خذاش مستحقاته، وخلينا من المستحقات فقط، راهم يعيشوا في معناها في حاله مزريه، راهي مدارس مكسره، راهو ريت يقروا في السخانه، يقروا في البرد، يقروا يوصل معلم يركب في 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 لواج يخلص 25 دينار مسلفها باش يمشي للتلميذ هذاك يعطيه معناها اللي عنده الكل، وفي الاخر معناها يتهان بالكيفيه ذي. بصراحه ما يجيش. بالنسبة للحلول ثم زوز حلول، أنا معناها من رأي أنهم أول حاجة المعلمين يأخذوا مثلا، أنا الاقتراح قصاصة فيها الأعداد متاع التلميذ، فيها النوت متاعو مش مأشرة من وزارة التربية، يمدوها للتلميذ باش هو معناها يعرف روحه اسكي هو نجح ما نجحش، فيش ناقص في الزيادة، خاطر فما اولياتنا تحب تقري صغارها مثلا في الصيف ناقص حاجه تقريه به. والحل والوزاره يلزمها معناها تلبي النداء نتاع المعلمين انهم هما ياخذوا مستحقاتهم، انهم هما يحسنوا ليهم الوضعيه اللي قاعدين يعيشوا فيها ويخرجوا بأخف الأضرار، وان فان دو كونت راهو التلميذ هو اللي بقى في الوسط بين الوزارة اللي مش حابة معناها تعطي للمعلم حقه، وبين المعلم اللي هو عنده الحق ما يعطيش الأعداد. النقابة شنو اللي عملت؟ أعطت إذن بسيدي حجب الأعداد، هذه أنا راها بدعة تونسية، إخراج تونسي وكل شيء تونسي. أنا هاني كمتابع للشأن المحلي والخارجي، ما ماشي دولة قامت بالاجراء هذايا، معناها نقابات عملت معناها بنا سيدي حجب الاعداد. بون تو حاليا معناها لو مالي في معناها وقعوا كذا، تو احنا في لحظات بالحق كل دقيقه تتعدى عندها سيدي الواقع نتاعها وعندها سيدي بنا سيدي حساسيه نتاعها. تو الحل معناها انا الراي اللي هي النقابات اتخذت قرار خاطئ. علاش خاطئ؟ الخاطر عملت التلامذه اوتاج، عملتهم كراهينه. انت باش تواجه الدوله تعمل تلامذة كراهينه والاولياء نتاعهم، نظن هذه معناها انا راه عيب معناها. انت عندك اجراءات اخرى تتخوها، عندك اساليب اخرى، من حق باش الطالب ما يدخلوش في الحيثيات، عندك الحق والا ما عندكش الحق توا. اما تحط معناها تلامذة كاوتاج بالحق بكل صراحه معناها فضيحه في تونس تقع، الخاطر اجراء تونسي هذا معناها. توا احنا نزيد نعاود لو مالي في، يلزمنا حل. الحل هو معنى التفاوض. اظن انا كمتابع شوي، اظن الوزاره اعطت مقترحاتها حسب امكانيات الدوله. النقابه مازالت توا معناها براد فير، ولات معناها كانها سيدي لي ذراع، وهذا ماهوش يساعد حتى حد، كلنا خسروا. النقابه خاسره والتعليم خاسر والدوله خاسره. يلزمنا وساطه معنا ونو كالعقل التونسي. تو احنا محتاجين الى كالعقل التونسي، حتى الكلام اللي قاله معناها الامين العام للاتحاد العام التونسي الشغل معناها بالحق ماهوش يفرح. انا حبيت يكون سوبل، يكون يقول انا باش نتدخل باش نفض مشكله، باش نجي الى جانب المدرسين. احنا راهو قرونا ان مدرسين ونحترمهم المدرسين، قرونا راهو وشابو با لهم هما ذوك. اما لكن راهي ثم تلامذة اوتاج، راهي ثم اولياء تختفي الدم نتاعها يوميا، فهمتني؟ وبعد يخرج لزيرو معناها نتائج ماهوش هكا.
انا كنت نستنى في سيد الطبوبي، ما نحبش ندخل برشا في الاتحاد خاطر هو بيدو عنده ملفات وعنده كذا، فهمت؟ انا كنت نصور باش يكون واقعي يتدخل للصلح، يتدخل تبقى له على الاقل في السي في نتاعو. انت تجي لصالح معناها المدرسين، فهمت؟ وتحمي النقابات معناها وين هم التلامذة؟ شكون باش يحميهم؟ شكون اعطيني شكون باش يحكم البنات السيني باسا؟ معناها الامور لا تدار هكذا، يلزمنا وساطة عقل، عقل. احنا في تونس في كل حاجة يلزمنا وساطة عقل. هذه اللي سميتها لي نقابة، نقول لك نقابة سيئة الذكر، وهذا ليس رأيي أنا، رأي الشعب التونسي، لأنهم أجرموا في حق التلميذ بصفة عامة. لذا نحن نطالب بتطبيق القانون بصرامة بدون شفقة ولا رحمة. من مس تونس مس، من مس التلميذ مس تونس بصفة عامة. الحلول يلزم يخدموا الضمير النقابة هذه وتراعي مصلحة التلميذ، لأن الأجيال هذوما متاعنا اللي هما مش ياخذوا المشعل علينا وعلى غيرنا، فهمتني؟ يلزمهم فهمتني يضحيوا، فهمتني؟ وحتى لا تتفاقم هذه الأزمة وتسير تونس في الطريق الصحيح. لذا نوجه لهم رسالة من هذا الموقع بأن يستعملوا العقل ويراعوا التلميذ، لأن التلاميذ هم أبناؤنا وأبناؤهم وأبناء تونس المستقبل. صح، ناري على التعليم ومحاسنه، فأصبح اليوم في هذا العصر يحتضر التعليم. التلميذ ولو عنده مستوى علمي بارز إلا أنه لا يجيد الكتابة أو القراءة، وللأسف تعبير رمزي، أين التعليم سابقا وأين التعليم اليوم؟ أشنو الأسباب والمتسببات هي الذين دخلوا التعليم وهم كأساتذة وكمعلمين مع احترام هذه المهنة، لأن مهنة شريفة، وقف للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. هل هو رسول في الحال هذا المعلم؟ المعلم ما عندوش مستوى، الأستاذ كذلك ما عندوش مستوى، اللي داخلين بشهيد مضروبة. أين المحاسبة يا حبيبي؟ إلى يومنا هذا ما رينا حتى شيء. لذا هي سبب من أسباب الأزمة وما قالته هذه الجمعية على التلميذ. تو الدولة قالت لي ما عنديش فلوس، يمشي يقدروا يعملوا في طاولة وحوار وما حوار، قالت لي ما عنديش فلوس، اصبر علي، فهمتني؟ هي أنت علاش ما تصبرش شوي؟ فهمتني؟ تو كي مشترت مش يرجعوا في السيزون الجاية. السنة الدراسية القادمة. يعطيك الصحة. شنو يمشي يعملوا؟ مش يعاودوا يعملوا اعتصامات ويعملوا يعاودوا فهمتي مثلا ماشي قرايه ومثلا ماشي ونجم المعلم يدخل القسم يعمل لك جملتين في على نقولوا نحن على السبوره ويجي يقعد، فهمتني؟ من بعد شنو الحل نتاعها؟ التلميذ شنو مشكلته؟ التلميذ هو المتضرر. متضرر هو الاكثريه. شكون؟ بيه وامه، فهمتني؟ بيه نصرف عليه، نقول عندي ولدي نيرا ويقرا، بيه عندي ولدي نيرا يقرا نصرف عليه مثلا 100,000 ولا 150,000 وما تعطيهوش انت النتائج، وما تعطيهوش انت معناها الكرنيه نتاعو، منين باش نعرف اللي هو به ولا ها؟ هل من حلول؟ ثم حلول. اخدم وطالب. هو الرسم، اخدم وطالب. كي تلقى انت الدولة عندها الفلوس، وقت هذاك الطالب. هي الدولة ما عندهاش فلوس، منين باش تعطيك؟ تقصد انه ضروري تضحيات من ضروري. اذا كان يحبوا تونس، يحبوا تونس، واذا كان يحبوا الشعب، واذا كان يحبوا نقولوا نحن ما نتبع حتى حزب راهو ما بين قوسين، اذا كانوا هم يحبوا تونس ويحبوا التلامذه ويحبوا نقولوا نحن اولياء، خويا اخدم وطالب، فهمني؟ بعد انت كيما تلقاش انت حقك الوقت هذاك تتكلم. الدوله قالت لك انا ما عنديش فلوس، الدولة ما عندهاش فلوس. خا كان جات عندها راهي عطيتهم راهي امورهم واضحة. هي ماذا مش فلوس. اجي انت تو تخدم انت خدام. فهمتني؟ مش يعمل اعتصام هكاكا؟ هو ما يعملش اعتصام هكاكا. لازم بشوية بشوية فلان اعطيني خلصني، فلان زيدني، فلان بشوية بشوية بشوية. اللي يزيد وكذا اللي شركة باركة مثلا، الشركة باركة، منين مش خلصوا؟ منين مش يزيد؟ يا برشا شركات فلست، يا برشا شركات في تونس باركة.